ترتنا هذه ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب رئيس الجمهورية لنظيره السنغالي عن عزم بلادنا القوي على العمل من أجل تطوير وتوطيد علاقات الأخوة والصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين. وقد أدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم زيارة تفقد للمعهد الوطني